السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومناقصكم حتى خير. مرحبا بكم معايا فلوق جديد ديال اليوم. ان شاء الله جبتكم معايا واحد البارك سميتو يالديز، كاين في منطقه بشيكتاش. خليكم معايا باش تعرفوا على هذا البارك. هذا كما كتشوفوا معايا هذا البارك هذا او الحديقه على هذا الشكل. هذه كتكون من هذه البحيره هذه اللي كيكون فيها السمك وتيكون فيها البط. حتى هو كيجيو هنا الناس كيعطيوهم الماكله وكيبقاو يلعبوا معهم. كاين كذلك جسور، كاينين جسور غادي تشوفوهم في الفيديو، وشلالات صناعيه حتى هما كاينين، حتى غادي تخليكم معايا باش تشوفوهم في الفيديو. بعد الاصلاحات، بعد الاصلاحات الجديده اللي قاموا بها، اصبحت هذه الحديقه هذه على هذا الشكل هذا اللي في الاصل كانت تابعه للقصر يالديز. حتى قصر يالديز درت لكم جوله فيه، خليكم حتى الاخر ديال الفيديو غادي تشوفوا القصر كيفاش داير من الداخل. هاد البارك هذا او هاد الحديقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا غزاله بزاف، ويعني مزيانه. الناس كيجيو هنايا كيديروا بيكنيك، كاللي كيجي كيدير الرياضه او كيدير كيمارس الهوايه ديال المشي، او يعني بزاف د الحاجات. كاللي كيجي هنا كيحتفل بلانيفيرسير ديالو. هاد الشجره نكمل الهضره ديالي، هاد الشجره هادي اللي كتشوفوا معايا عندها 270 سنه، تبارك الله كبيره بزاف وكبيره كذلك في العمر، كبيره بزاف. نكمل لكم هذا البارك هذا او هذه الحديقه هذه كيجيو لها بزاف ديال الناس، خصوصا كيجيو يديروا شوتينغ، كيديروا جلسه تصوير، سواء عروس او شي وحده عندها الخطبه ديالها كدير صور تذكاريه كيجيو هنا، او الناس اللي تخدموا في هذا المجال ديال الموديل حتى هما كيجيو هنا وكيديروا ياخذوا تصاور هنا في هذه الحديقه هذه. كما كتشوفوا معايا غزاله بزاف، هادو هما الشلال اللي قلت لكم اصطناعيين، راه كاينين بزاف دايرينهم في مناطق متفرقه. اي خليكم معايا في الفيديو غادي تشوفوهم، كاينين كبار صغار. مانطولش عليكم بزاف، خليكم مع الفيديو باش تعرفوا مزيان على هاد الحديقه هادي. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، فلوق جديد، فرصه جديده ان شاء الله. لاول مره كتشوف الفيديو ما تنساوش ديروا سبسكرايب، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك. سلام، نتلاقاو في فيديو ماشي ان شاء الله.
She's waiting for love.